كده بس كان أصحى شي كان أشرب قهيوة كنت واخد البنت جدي وبعد معها صاحبتي مشيت انا شقي ونتلاقى مع هاد البنت ونهضر معاها شويه وعاد نمشي ثاني نصلي الطعام ساعه شويه نصلي في الجراج يمكن هي هادي اللي جايه انا ما خديت هي هادي جايه لا ماشي هي هي عندها مرسيدس تاهي ايوا نشي سبقت شديت قهيوه وقت شديت واحد القهوة بالطبع هنا الله مرحمنا زوار يا زعي القهوة تكون فيها بزاف السكر ولا تما فيها السكر جات شوية السوسة ايوا ماما الحبايب ديالي كي دايرين اش كتعاودو احنا كتسنى بنت تفيق من الناس باش تمشي للحانوت تقدا داكشي اللي بغات تقدا باش تصور ولكن الناس راه ما غاديش تصوروا لحقاش غتبيني حيت كتمدلو من الكفاف صافي ما غاديش حيت كاين كاين ناس مسكين اللي بغا اللي بغا واللي ما بغا وانا قلت لبنتي ما تبينيش الناس المهم شدي له مع النص ديالهم ملي كتمدي له من الكفا فقط حتى بنتي راه ما غتبانش صافي هادشي اللي كان المهم اي حاجه درتها انا معكم واي حاجه كنديرها انا شاركها معكم اي حاجه كنديرها انا كاين ليا في سطانة طراف دعسو المهم جيت لهنايا باش ندخل الاكشن شويه ندور جيت نتقدا اللحم البارحة راه قلت لكم مشيت نتقدا هذاك الطبيب جيت لهنا نتقدا عند المغرب شويه ديال اللحم ديال رمضان على حساب الحريرة ولا حساب سميتو ايوا المهم هكا داير الوقت اش غنديرو وانا معكم في اي لحظة انا معكم في اي ساعة انا معكم دايما معكم 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 حتى لاخر لحظة المهم اللي غيسولوني على الفم انا راه ما كنبغيش الفم نديرو راه عندي سنين هاد كلشي راه ما كنحملهمش انا كان عاديه اللي بغاني يبغيني هكذا بالشكل ديالي حيت الفم ديالي الا درتو عندي الفم على ثلاثه مرات كيضرني ما بغاش ليا الحم ديالي ما بغاش ايوا الحمد لله شنو نقول لكم الحمد لله بعد ثلاثه د البنت وباش نبدا نشرب في القهوة ولا ناكل شي حاجة هادشي هي كيفاش كتفيقي بكري ضحكوا عليا تقول لي ما خدامش وكتفيقي بكري ما كنخدمش وكنفيق بكري وهذا هي هذه هي هادشي اللي كندير وبقيت كنتفرج في حريودة مع دار ماشي الخطبة الهضرة بقيت كنتفرج فيها داكشي لا كان الموسيقى وكان نتفرج شوية في اليوتيوب نشوف سميتو الناس اشنو زاد اشنو ما زاد اشنو هادي بزاف وعجبتني داكشي اللي دارت حمدة بصح عجبني والله الا عجبني داكشي اللي دارت زعما كنتمنى لهم السعادة الحريودة الايمان كنتمنى لهم السعادة بزاف بزاف لا هي ولا راجلها كنتمنى لهم السعادة والله وعجبني داكشي بزاف اللي دارت انا ما كان عيب حد ما كان عير حتى شي واحد انا عندي كلشي عندي بحال بحال والحمد لله ما كيعيروني الناس ما كان عيرهم كل واحد شاد وقرا انا ماشي دايره اليوتيوب نتعاير مع الناس ونخسر الناس ونخسر الدين ديالي لا شي واحد مات لي شي واحد من هنا من اليوتيوب كنرحم ليه شي واحد مريض كنقول الله يعفو عليه هذا الشيء اللي انا كندير
ما كانت تسوق حتى شي واحد، هادشي اللي كندير انا، نشوف انا راسي وعاد نشوف الناس، هادشي اللي بغيت. ايوا اش بغا نقول لكم الحبايب ديالي، انا دابا معاكم كنشرب قهوتي وغتبقاو معايا حتى تجي البنت، غنوريكم النص ديالها فقط، ما غنوش الوجه ديالها لا، مع كنهضروا في شي حوايج من بعد تعرفوهم، ماشي دابا من بعد تعرفوهم. 2023 المهم تعرفوا هذاك الشيء، ماشي دابا، ميعاد عام ان شاء الله كندير واحد المشروع، ولكن ماشي دابا، من هنا ل 2023 ان شاء الله. 2023 غادي كملت ذهبي، احنا معاك. وباغي نقولو دابا، ولكن حتى واحد ما غاديش يصدق، وحتى واحد اذا ما نقولوش دابا حتى من بعد نقولو دابا. لا دابا حيت قلتها لي شحال من وحده، قلتها ليها ما كيصدقوش، ما غاديش نزيد حتى شي واحد. صحابش البنت اللي دخلات، ايوا شنو غنقولو شنو غنقولو، هادي هي اوروبا، خصنا نتحملو بزاف د الحوايج. ما كناش ملي كنخرج كيجي لي الناس، اوف ما فهمتش راسي علاش، والله ما فهمتش راسي، وجيت ودخلت لهنيا نتوما دخلت لهنيا زوينة فيها الحلاوي فيها كل شيء كنتسنى صاحبتي هي جاية اتصلت بيها قالت لي انا جاية ومن حبايبي يعني، الحماق عليكم كلبكم.